FM أحلى راديو. مرحبا بكم الناس الكل نص نهار 24 دقيقة على FM أحلى راديو. أهلا وسهلا نعدي معكم ساعتين من زمان. عنا برشا فقرات كالعادة. مدام صابرين بزدوري جينا بالمعالجة النفسية والاستشارية التربوية. جينا اليوم موضوع جديد باش نحكيو على الفرق بين النشاط وفرط الحركة عند الطفل. يجينا بعد شوية سي صاحبي إبراهيم مختص في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. خلينا نشوف واش معناها علاقة شنو معناها هو ساعة الذكاء الاصطناعي وشنو علاقة التونسي بالذكاء الاصطناعي. بعد جينا أماني رياحي في ستار نيوز كالعادة أخبار الفنانين. زيدا باش نحكيو مع محمد شيحة على مبادرة جهوية لترشيد الاشتراك الخاص للأدوات المدرسية. وما أدراك من الأدوات المدرسية اللي اليوم يظهر لي محور اهتمام العائلات التونسية الكل. زيدا باش ناخذوا مع بعضنا الناطق الرسمي لدى محاكم المستير والمهدية فريد بن شحاب باش نحكيو على بركاجات للتاكسيات. مرحبا بكم الناس الكل. انتم تسمعوا في فيصل عرفاوي على FM احلى راديو. كنتوا تسمعوا في شيرين بعد وهجر يا أناني. احنا منحبكمش تبعدوا علينا. كملوا اسمعونا من توا حتكش الماضي ساعتين. عنا برشا حاجات نجموا نحكيوا فيها. عنا برشا اكتواليتي وعنا برشا نصائح. نبداو ديريكتومون مع معالجة النفسية والاستشارية التربوية اللي عندكم معها موعد كل يوم. هي مدام صابرين بزدوري باش نحكيوا على الفرق بين النشاط وفرط الحركة. مرحبا بك مدام صابرين. وي مرحبا. نسمع فيك. وي احنا مش نسمعوا فيها مدام صابرين. يظهر لي ثم مشكله في الصوت. نذكر لي مدام صابرين متواجده في فرنسا هذاك علاش ماهيش بحذينا اليوم في الاستوديو. دونك كل نهار عندكم موعد قار ونقطه قاره بالتربيه تربيه الاطفال. مدام تسمع فينا؟ ما تحصلناش على مدام صابرين. ذولي ثم خلل. نحب نقول لكم كان مغرومين بالأفلام وجوك سينما ما تفلتش الفرصة من نهار 7 حتى 10 سبتمبر. باتي تحتفل بالدورة الثالثة العيد السينما. تفرج في فيلم اللي تحب عليه بسبعة دينارات أكهو. ميلا موعدنا في باتي تونس سيتي أزور سيتي مول أوف سوس وإلا على موقع www.pate.tn. كان تحبوا تربحوا معنا تذكرة كلمونا على 31 380 ألف وكونوا من الرابحين. مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا فينا على FM أحلى راديو. نحن نسمعوا مدام صابرين موجودة. وي مرحبا. مرحبا اخيرا مدام صابرين. شكرا لك. هي ظروف المباشر. تحيه لك. شكرا لك على المداخله. شكرا لك على قبول الدعوه في هذا الموعد اليومي معك انت باش نحكيو التربيه ايجابيه اليوم. خاطر صغارنا هما اعز ما عندنا وهما اجيال المستقبل. هذاك علاش عندنا نقطه ديما دوريه كل يوم معك مدام صابرين. اليوم اخترنا موضوع الفرق بين النشاط وفرط الحركه. التونسي اليوم يقول لك صغيري يتحرك برشا، صغيري ما يركب، صغيري يلعب برشا، صغيري ما يخلينش نرقد، ما يقيلش في القايله وغيره. ثم شكون يمشي الى ديريكتومون الى فرط الحركه. ساعيجا نفرقوا ونعرفوا النشاط الزائد وفرط الحركه. يعطيك الصحة. ديجا كما قلت انت برشا دي بارون يعملوا الخلط اول ما يشوفوا صغير يتحرك برشا ديريكت صغيري عنده فرط حركة. انا لازمنا نبين نقطة مهمة وانه فرط الحركة واضطراب. يعني فرق بين صغير ناشط نشاط عادي كسلوك وبين صغير عنده اضطراب. اضطراب فرط الحركة معناها راه مشكل عصبي، معناها مشكل في الدماغ. يعني مش أي صغير يتحرك برشا معناها راه عنده مشكل عصبي. باهي خلينا نأكدوا نقطة مهمة تو ديريكت وقت نعرف شنو معناها فرط حركة ديريكت تظهر الفرق. يعني فرط الحركة ديما يكون مربوط مع تشتت الانتباه. باهي ولا معناها صغير عنده بالضبط صغير عنده اضطراب فرط حركة راهو اوتوماتيكمون مربوط بتشتت الانتباه. باهي يعني تي دي اش نصور سمعتوا عليه المصطلح هذا برشا. باهي لكن الصغير ناشط يعني عنده نشاط زائد لا مش بالضرورة عنده تشتت انتباه. عادي يبدا مركز زي نجم يشد اكتيفيتي يكملها للاخر. ما عندوش مشكلة في يعني ما عندوش مشاكل في الدراسة ولا تشكيات الى اخره. كيف هذا الفرق لو يقدر يوضح لجان نتصور كي نقول هكا توا توضح برشا حاجه. الفرق الثاني زاده ينجمه هو انه النشاط الزائد هي مجرد يعني
سلوك مرحلي، معناها انه الصغير مثلا في مرحله معينه النهار هذاك ما خرجش من الدار، ما لعبش برشا، اوتوماتيك من وقت اللي يخرج للشارع يولي هكا يلعب ويولي اجيتي شوي. وهيج، معناها صحي. لكن الاضطراب ديما في كل بلاصه، في كل زمان، في كل مكان، مش مجرد مرحله يتعدى بها الصغير بسبب خارجي. معناها يعني كيفاش نشخصه من انا عمر مدام صابرين نجم نشخصه ونقول طفلي عنده فرط الحركة؟ باهي نقطة في التشخيص، يكون أول حاجة على يد مختص، يعني اللي وحدهم يحكموا، وثاني حاجة ماهوش قبل 6 سنين، خاطر توا واضح. ياسر نظلمهم الصغار، غير مازال عمره 3 4 عامين يتحرك برشا، عنده المشكل الفلاني، مع انه هذيك السمات مرحله عمريه، يعني صغير عمره 3 سنين طبيعي اذا واضح. يتحرك برشا ما ينجمش يركز في حاجه عاديه، مش نحكمه. لكن بعد 6 سنين اذا كانت تواصلت المشكله هذه، شنو معناها تواصلت؟ مش تواصلت يعني نهارين ثلاثه، لا، تواصلت 6 شهور فما فوق، يعني تواصلت مده كبيره مدة كبيرة، وقت. نحكي على الأمد الطويل مش متاع فترة، خاطر ربما ساعات لي بارون على غالب وراهي ربي يهدي الجميع يتعاركوا قدام الصغار، تسبب له أجيتاسيون، وإلا مثلا محصور برشا في الدار، ما يخرجش، ما يلعبش، ما يمشيش لي جاردان، ما عندوش اختلاط بالأطفال الآخرين، ربما خاصة نحكيو على الفترة الصيفية، وبعد يخرج دانكو يولي اوتوماتيكمون عنده نشاط زائد هكا، ولا مدام صابرين؟ بالضبط بالضبط هذا هو. ساعات الصغار اللي يتفرجوا برشا على ذكره، يعني نهار كان قدام التبلة كيفاش، يعني كيفاش نحبوه، هذا بالطبيعي اول ما يتحط في، يعني يبعد على الاكرون مش يولي اجيتي، يولي ناشط، يولي ماهوش مركز زايده. اما وقت اللي نحو الاكرون سي بون، باش يرجع لحالته الطبيعيه، دونك ماهوش اضطراب، هذا نشاط عادي. اضطراب فرط الحركة مدام صابرين، شنو هو أهم علاماته في الصغير بخلاف المانك دو كونسنتراسيون؟ اسكو ينجم يقعد اللي عنده فرط الحركة يقعد على كرسي، يقعد مدة معينة وإلا لا؟ هو هنا عادة نفيقوا به وقت اللي يدخل يقرأ. علاش؟ من أهم العوامل هو هذا، أنه صغير ما ينجمش يبقى قاعد في بلاصته، يعني يلقى صعوبة أنه يبقى ديما تحسه في أطراف الكرسي، تعرف اي متأهب متأهب باش مش يتحرك وباش يقول يلعب وباش يقف، يعني صحيت هذيك هي، دونك ما ينجمش يبقى قاعد في، يلقى صعوبة هذا، يعمل مجهود كبير باش يركز، ينسى برشا، عنده نسيان، ما ينسى ادواته، ينسى باش يكتب لي نوت اللي قالت عليها المعلمه، اي مضيع حاجاته، يعني هذه الحركه نتاعو ديما تسبب له مشاكل، مش كيف الصغير الناشط يعني ينجم يركح، لا، الصغير اللي عنده اضطراب يتسبب له مشاكل في الاندماج، مشاكل مع اي الناس، هو اي اصلا من داخل مش فرحان بالحركه نتاعو، فهمت؟ واضح يعني واضح. هذه زاد يعني هو يعاني بسبب الحركه نتاعو، ويحكي برشا بصوت عالي، يقاطع، ما يخليك يعني ما ينجمش يبقى يسمع ومركز معاك، يقص عليك باش يبدا يحكي بصوت عالي، ديما ديما مخه تحسه في حاله تأهب باش يرد الفعل. هذه هي مندفع، يمكن اكثر حاجه تعبر انه مندفع. واضح. رغم اللي جينيراسيون توا مدام صابرين يقول لك صغارنا يحكيوا بالعالي، صغارنا مندفعين، ما يسمعوش، ما عندهمش الصبر انه ينتظروا انت باش تكمل جملتك ولا الكلام اللي تحب تقوله، معناها نلقاو هذيك. علاش انا اخترت انا وياك اليوم باش نحكيو على الفرق بين النشاط الزائد وفرط الحركه اليوم، كيفاش نجموا نعاونوا صغيراتنا هذوما باش ما يمشيوش الى فرط الحركه، باش ما ولا كان عندهم فرط حركه صغير نحاولوا احنا نأطروه ويكون معناها على الأقل عنده معناها يركح في بلاصته في المكتب على مقعد الدراسة ويعمل واجباته، خلينا نقول. بالضبط. باهي، هو اول حاجه بما انه الصغير لازم نفهمه انه المحيط التربوي، يعني المحيط نقصد اللي متربي فيه الصغير، المحيط العائلي عنده دور كبير، يعني اذا كان الصغير عايش في تهميش، ولا اذا كان مكان ماهوش امن، توتر، تشنج الى اخره، فهذا يأزم اكثر ويحفز اكثر المشكل، اي فلهنا نعرفوا نطفوا النار، يعني بطريقه اخرى السبب هذا نتخلصوا منه. الاساليب التربويه المناسبه لعمر صغيري، من نحاول اني ما نقارنوش برشا، اني ما نعنفوش، اني نحاول نكون يعني لينا مع محيط آمن يتربى فيه، ما هيك من بعدها على صغيري، هذه كلها تعاون. كيف المدرسة، يعني المعلمين اللي مع الصغار، عادة الصغير كي هكا يلقوه أجيتي ويلقوه يحطوه في آخر الطاولة مثلا، يعاقبوه اي إلى آخره، وهذا نتائجه يزيد عكسية، سوءا وبالعكس هذاك اي 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 يزيد سوءا الحالة معناه.
بالضبط، التصغير هذا كان المو يتحط في اول الطاوله مش في اخرها، يعني هو عنده مشكل تشتت ومش مركز ونحطوه في الاخر سيي، ما عادش في الشاشه بلاصتو هذيك، دونك اي نحطوه في اول الطاوله بس ينتبه، ونعطوه دي تاش صغار حتى كان في الدار يعني مع الام ولا برا مع المعلمين، دي تاش صغار اعمل هذه ومن بعد نرجع له زيد اعمل هذه، اي نكلفوه اي بمهام يعني اي تقص معايا عايش ولدي وزع الاوراق انت افسخ تحمل السبوره جيب المسؤولية، كذا، نعلموه تحمل المسؤولية باش بالضبط ينقص شوية من المهام هذه الاندفاعية. اه مهم. صحة، المهام هذه أصلا تخليه يستغل لك الانرجي اللي عنده الحركة اللي واضح. عنده، اي اي وما نبدوش نبخسه يوظفها، فيه أرك حريم. يوظفها في حاجة مفيدة، مفيدة للمجموعة، خلينا نقوله كل سوا في العائلة، وإلا كي يخرج الإطار أكبر اللي هو المدرسة إن شاء الله. وثم أنا قريت دراسات مدام صابرين يقولوا اللي عنده الصغير اللي عنده فرط الحركة هو صغير ذكي جدا، إذاك علاش لازمنا نوظفوا الذكاء نتاعو. إسكو صحيحة المعلومة هذه؟ بنسبة كبيرة وهي ثم يعني عادة تكون مربوطة بأنه الصغير يكون سابق عمره، يعني فرد يعني يلاحظوا في القسم أنه هو يمل فيسع يحطوه مع القسم الأكبر منه، معناها يمل من الحاجة اللي هو يعرفها، فهمت؟ هذا هذاك علاش شيء نظلموه في الصغر هذا، ما نشوفوش الكوتي بوزيتيف، لكن نبقوا مركزين على الحركة الزايدة اللي هي مجرد عرض المشكل. علاش اليوم، شنو هو السبب اليوم انت كأخصائية واستشارية تربوية ومعالجة نفسية للأطفال الفئة هذه، اليوم الناس الكل لا ماجوريتي معناتها كي تجي تحكي مع لي بارون يقول لك الجينيراسيون هذه عندها زايدة في النشاط، علاش عندها نشاط بزايد بارابور لي جينيراسيون تاعنا، نحكي على التسعينات نحكي على الثمانينات، علاش الجيل هذايا يمكن ثم خاطر نستعملوا أكثر الهاتف، شنو الأسباب مدام صابرين؟ اسباب بوضوح انه لي بوزوان نتاع الصغار ما اختلفوش بين جيل قبل وجيل لي بوزوان نفسهم، اما كيفاش نحن نلبوا في لي بوزوان هذوك هي اللي اختلفت، يعني قبل الصغير كانت الحريه نتاع الحركه اكثر، المشتتات اقل، شفت لهنا، والعائله كانت موجوده اكثر، توا معناها العكس الحريه اقل. اي واضح واضح، معناها لي بارون هو احنا السبب، معناها لي بارون باش يكون صغيرنا عنده فرط، مش فرط حركة، خلينا نقولوا نشاط زائد. هو مش نحط ديريكت نقول لي بارون، لكن متطلبات الوقت يعني متطلبات العصر نتاع توا يمكن اكثر زاد، خاطر لي بارون ولاو يخدموا اي اكثر معناها خارج المنزل، المشتتات برشا، الالوان، الماكله تبدلت، ماكله ولد اكثر مصنعه، هذه عندها دور كبير، هاي الماكله اي والمكونات الغذائيه الماكله المصنعه ياسر دور كبير برشا في تبدل اصلا حتى تركيبه الدماغ معناها. يقولوا اللي فيها لي كولورون اكثر تعمل نشاط، وفرت نشاط في بالنسبة للصغار معناها. بالضبط بالضبط، وتو الماكله هذه ولات موجوده اللمجه، وين اقل حاجه معناها ابسط حاجه اللمجه نتاع الصغار، عصير كل عصير معناها ما عرفش كلهم حاجات مصنعه ملونات غذائيه، وهذه تعمق المشكل اكثر، يعني الماكله قلت الحركه، لي زيكرون، مشتتات، غياب العائله، يعني غياب الوجود الحضور نتاع العائله في محطه المعنوي. التصوير، هذا الكل صحيح، هذا الكل يعمل يعمق المشكله هذه. واضح واضح. عندك حاجة باش تضيفها مدام صابرين؟ هذا يعني حطينا الأساس، يعني حطينا اي العناوين اي الأساسية، أنا نحب نأكد على نقطة، ما نظلموش الصغير، يعني صغيرك مازال في السنوات الأولى عامين ثلاثة أربعة، مش لأنك لقيت عنده الأعراض اللي أنا حكيت عليها فديريكت شك ولدي عنده كذا كذا، لا، مازال الصغير هذيك راهي تنجم تكون احتياجات مرحلة عمرية، فالطبيعي عمره عامين يتحرك برشا، ما يركزش، ما يقعدش على الطاولة، 3 سنين كيف كيف، 4 سنين ما ينجمش يشد هكا قاعدة في مخه، هذه كلها حاجات عادية في السنوات الأولى راهي. بعد كي صغيرك واضح. يفوت 6 سنين وتدوم الحكاية، يعني طول 6 شهور فما فوق، وقتها أنت تمشي المختص مش وحدك، مختص. واضح واضح، شكرا ليك مدام صابرين، يعطيك الصحة، نتقابلوا غدوة في موعد آخر وفي موضوع آخر. ميرسي بوكو، كما كانت تحكي مدام صابرين، رد بالكم الملونات والإضافات والمواد الغذائية المصنعة، على خاطرها خطر كبير على صغارنا اليوم، وتنجم تساهم في النشاط الزائد اللي قاعدين نلاحظوا فيه، ورانا احنا نحبوا نكونوا دعم لصغارنا، ما نحبوش نكونوا من الأسباب المشتتة وإلا تسبب نشاط الحركة وبالتالي قلة التركيز
أليز، وبالتالي الصغير يولي ما عادش عايش حياته أليز وإحنا كيف كيف. دونك الصغير عنده مرحلة معينة، هي مرحلة عمورية نعرفوها ومرينا بها الناس الكل، اللي هي متاع لعب ومتاع الاكتشاف. خليه يعيش بسلام، نحاولوا نبعدوا عليه الماكسيموم المولونات الغذائية والماكلة المصنعة، نحاولوا حتى اللمجة نعملوها في الدار، نحاولوا نساهموا بطريقتنا. الله غالب مانيش موجودين الوقت كامل احنا في المنزل باش نكونوا بحذيهم كدعم معنوي ونحضروا لهم اكلات ربما تكون صحية، لكن نحاولوا بأبسط الحاجات. ويظهر لي ثم روضات تحية لها، ثم روضات تفرض على لي بارون انهم يجيبوا اكلة صحية وكل شيء مطبوخ ومعمول في الدار، وهذا اللي لازم يكون. شكرا لك مدام صابرين، نتقابلوا غدوة ان شاء الله في موعد اخر. كانكم مغرومين بالافلام وجوك سينما، ما تفلتش الفرصة. من 7 ل 10 سبتمبر باتي تحتفل بالدورة الثالثة لعيد السينما، تفرش في الفيلم اللي تحب عليه بسبعة ديناراتك هاو. من موعدنا في باتي، تونس سيتي، أجور سيتي، مول أوف سوس، وإلا على موقع www.pate.tn. كنت تحب تربح تذكرة ليك انت وشريكك وإلا لصغارك زيدا، كلمونا على 31 308 8000 وكونوا من الرابحين. مرحبا بالناس الكل. انتم تسمعوا في فيصل عرفاوي على EFM احلى راديو. ماضي ساعة وسبعة دقائق على EFM احلى راديو. شكرا لكم على المتابعة، معكم فيصل عرفاوي من وراء الميكرو. جيب حذية ضيفي توت سويت، هو المختص في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سي صاحبي ابراهيم. مرحبا بك سي صاحبي. مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة. مغير مزيق ساعة قبل كل شيء، احنا اليوم نحبوا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي. اليوم في تونس يقولوا الذكاء الاصطناعي، يقول لك الذكاء الاصطناعي معناها باش ياخذ بلاصه برشا خدم. المفهوم شويه قعد غامض، ماهوش مبسط. ربما معناتها لي تكنيسيان واللي يعرفوا واللي يفهموا واللي يخدموا في الذكاء الاصطناعي ما حاولوش اليوم يبسطوا المعلومه هذه. اليوم سي صاحبي باش يفسر لنا شنو معناها الذكاء الاصطناعي. نبذلوا جهدنا ونحاولوا نفسروا بكل بساطه لعموم الناس انه الذكاء الاصطناعي هو نتيجه طبيعيه لتطور التكنولوجيا. كما كانت الصناعة اللي احنا نعرفها سنوات التالي هي نتيجة طبيعية لتطور التقنيات الصناعية من قبل. دونك نتيجة طبيعية لتطور الذكاء البشري هو الذكاء الاصطناعي. دونك هو سياق طبيعي. يضاهي الذكاء البشري الذكاء الاصطناعي؟ معناها فرد حاجات فرد في حاجات ايه وفي حاجات لا، وابعد ما يكون انه يضاهي الذكاء البشري. لانه القدرة الذكاء الاصطناعي هو الآلات هما اللي يعملوا العمليات الحسابية والقدرة والسرعة في معالجة كم الهائل من البيانات الضخمة في المجال هذا إيه يتفوق على الذكاء البشري. أسرع بتقدر أسرع أسرع حاجة أسرع وعنده قدرة أنه يعالج أكثر عدد من المعطيات. الذكاء البشري أقوى في كل ما هو أرتستيك، مخه ما يتبلانتيش كيف يصير فوالا باش لعبت في كل ما هو أرتستيك، في كل ما هو حاجة كرياتيفيتي، حاجة فيها حاجة أول مرة تصير. دونك الذكاء الاصطناعي ما نجموش اليوم نقولوا اللي هو ينجم يجيب حاجة أول مرة توجد. دونك مازلنا بعاد الحكايه هذه. نحكيو هنا على الابداع، على الجانب الابداعي والخلق وغيره اللي يتميز به العنصر البشري بيان سور. وكل واحد عنده ميولاته وعنده لي سورس دانسبيراسيون تاعو منين ياخو الابداع والخلق. اليوم الذكاء الاصطناعي كلمه الذكاء الاصطناعي تخوف برشا عبيد اليوم، طمنهم ولا تخوفهم صح ولا كيف وكيف التكنولوجيا سلاح ذو حدين؟ لا، حتى التكنولوجيا كيف كيف تخوف من جانب وتطمن من جانب اخر. هاني قلت لك سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، لا ديما سلاح ذو حدين. لانه الذكاء الاصطناعي هو متاسس على البيانات، على حجم البيانات. كي نقولوا بيانات مش كان ارقام ونصوص كاو، اما الفيديو هو بيانات، الصوت بيانات، الصور بيانات، كلهم هذوما اسمهم بيانات. الحاجه المميزه في الذكاء الاصطناعي انه قدرته انه يعمل كلاسيفيكاسيون، يعني يقسمهم الانواع البيانات هذوما ويلقى الرابط بيناتهم هذوما الكل، وفافاك دي فورمول ماتيماتيك نجم يتوقع لك اصلا معناتها شنو نجم يصير. معناها انا خلينا نمشي معك شويه نبسط الافكار. اليوم صاحب مثلا مشروع عنده معمل ولا غيره، ينجم يستعمل الذكاء الاصطناعي باش بوغ امبلاسي معناها ديتاش نتاع عمال عنده في المعمل ولا في
في المشروع معناه وي اي نو كيفاش وي على خاطر فما دي تاش اللي هما يتعاودوا لي تاش ريبيتيتيف لي تاش اللي يتعاودوا ديما هذوكم ايه ينجم نجم يعطيهم بياناتهم وعندهم لي زانفورماسيون ستركتوري لا فورماسيون منظمه مرتبه اي اكثر من هكا انه ينجم يعطيهم بالطبيعه الموظف يخدمهم الموظف في قداش وقت يخدمهم ديما نستحقوا هاني نقول لكم ونطمنكم ديما نستحقوا العنصر البشري في قداش وقت الموظف ينجم يخدمهم في نهار اللي يخدموا الموظف في نهار يخدموا الذكاء الاصطناعي في لكن ديما يعطيك صاحب لاسيستونس نتاع لاسيستونس المتابعه والكنترول نتاع نتاع البشري بالطبع بالطبع لتجنب الخطأ هوني الايجابيه نتاع العمليه انه العنصر البشري باش يلقى اكثر وقت يخدم على اللي تاش الاخرين اللي تاش اللي فيهم كرياتيفيتي كما كنا نحكيو اللي فيهم تفكير اللي فيهم بحث على الحلول من الواقع يلقى اكثر وقت داكا. خير ما اللي يقعد نضيع له وقته في انه يعمل في حاجات اسرع واحنا في عصر السرعه نمشي معك شويه نقدم معك شويه سي صاحبي اليوم شنو هي المهن اللي نجم نستبدلوها ولا نعوضوها بالذكاء الاصطناعي المهن اللي ما نحبش نقول مهدده ديما خاطر نقولوا استعمال الذكاء الاصطناعي راهو ثم عنصر بشري هو اللي يعمل السويفي دونك اليوم شنو هي المهن الاكثر نجم نعوضوها باستعمال الذكاء الاصطناعي انا حسب رايي اول خط مجابهة مع الذكاء الاصطناعي في المهن هما المستشارين ولا العمليات الاستشارية لأنه هو المستشار البشر معنا مستشار يبني الاستشارة متاعه على شنو على كم من المعلومات اللي هو متثقفها اللي هو قراها اللي هو اللي هو مخزون متاع الكاريير متاعه تنجم تكون هذا كل نجم يختزل يتم اختزاله في الذكاء الاصطناعي في تطبيقه بالجوال نجم يختزلها أما نبقى ديما هو نفسه المختص والاستشاري العنصر البشري الاستشاري هو لازم يعمل مراجعة ما نجموش نعطيه كل شيء للذكاء الاصطناعي وياخذ قرار في بلاصتنا أي وشنو آخر شنو الخدم الأخرين الخفمة خدم أخرى متاع التوندونس الكبيرة متاع الكرياسيون متاع الفيديو الكرياسيون متاع ديزيماج هالمهن هذوما اللي يعطاو نفس جديد للجانب الفني نتاع صناعه المحتوى اليوم نجم افيك دي تكنيك بسيطين جدا تصنع من تكست تعبر تقول نحب على تصويره فيها هكا فيها هكا فيها هكا فيها وتعطي الوصف الدقيق للتصوير اللي حاشك بها في بعض الدقائق تلقى تصويرتك حاضره ممكن اكثر حتى احسن حتى من اللي تخيلته انت شفنا مقدمات اخبار واحنا ما دامنا في منبر اعلامي مقدمات اخبار هما يقراوا في الاخبار اسكو اليوم نجموا معناتها لي زاني افنير نجموا نلقاو قارئات اخبار من صنع الذكاء الاصطناعي انت قلت كلمه لي زاني افنير نقول لك بالك السويعات والايام والاسابيع القادمه نحكي على التعميم هنا التعميم معناها في العالم في التعميم ممكن ايه ممكن في التعميم في السنوات القادمه ممكن اما هي طاو تكنولوجيا متوفره موجوده وتعرف في كل تكنولوجيا ولا في كل حاجه جديده تطلع ديما فما فتره السنوات الاولى فتره اختبار ومتريز كنترول التكنولوجيا هذيك دونك احنا في الفاز هذه الكلها جي مع بعضه الفيديوهات المقدمين الصور التكست كله جي مع بعضه دونك احنا شانتي كبير في الذكاء الاصطناعي كلنا قاعدين نجربوا وممكن هذاك اللي يعطي الميزه المره هذه على السنوات اللي قبل ولا قبل واضح سي صاحبي نختم معاك باخر سؤال اليوم اسكو سي فري كو نجمو ندخلوا فلوس من الذكاء الاصطناعي نجمو اي كيفاش نجمو افيك وببساطه زاده اذا احنا خذينا الاكزامبل نتاع نكملوا فيه نفس الاكزامبل وان شاء الله في كل نهار ولا في كل حلقه نعطيو استيوس كيفاش نجم تدخل فلوس من الذكاء الاصطناعي التقنيات اللي نجمو يولدوا الصور فما مواقع انت تنجم تختار صوره اللي حاجتك بها وفما مواقع دي بلاس دو مارشي بلاس مواقع اذا فيهم هما تنجم تبيع الصوره اللي انت تصنعها البرودوي هذاك اللي انت صنعته البرودوي اللي انت صنعته بالذكاء الاصطناعي كيما مثلا كيما مثلا الاشهر هو stock.adobe.com stock stock.adobe.com هذه بلاس دو مارشي فيها يبيعوا لي برودوي نتاع الذكاء الاصطناعي يبيعوا الصور هذا خاص بالصور هذا خاص بالصور وبالمؤثرات الصوريه كان صح التعبير ليزيفي نتاع الصور هوني ينجموا برشا شباب وبرشا ناس مغرومين وعندهم حس فني ولمسه فنيه انهم يصنعوا صور
وينجموا يبيعها، والصورة يتم تليشارجمون متاعها معناتها ولا استعمالها عدد اكس من المرات. واضح. في كل مرة يتم استعمالها انت عندك ريفينيو باسيف قاعد يجيك. واضح واضح من غير مجهود. شكرا لك سي صاحبي ابراهيم، ذكركم اللي باش يكونوا معنا اما مش هنا، مش في الوقت هذايا، مش في الترانش هذي، ان شاء الله في الماتينال ابارتير دو دوما تلقاوني انا من وراء الميكرو اكيد اماني ريحي في الاعداد، وسي صاحبي زاده في موعد يومي ان شاء الله باش تكون معنا كل مره كل حلقه باش نحكيو فيها على الذكاء الاصطناعي شنو نجمو نعملو به، كيفاش نجمو ندخلو به فلوس. ميرسي بوكو. شويه اخر جيب حذينا اماني ريحي في ستار نيو. انتم تسمعوا في فيصل عرفاوي على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم واصلين من توا حتى الماضي ساعتين معكم فيصل عرفاوي من مورا الميكرو. مرحبا اللي يسمعوا فينا الكل في خدمكم في كراهبكم في الطريق، شكرا لكم على المتابعه وعلى الوفاء. من توا رفقكم حتى المساعتين مباشره نجيب حذايا لؤلؤه الترونش هذيا، مازلنا ما سميناهاش خاطرها برمجه خاصه الحين الاعلان على الكري جديده نتاع اي اف ام. دونك اماني الريحي تجيب حذينا في ستار نيوز واخبار الفنانين. صباح النور، صباح الورد واليوم ياسمين، عليك فايزة. انا النور اللي يسمعوا في الساده المستمعين يقول لك شبيه هذه ماضي ساعه. لا لا عبيت سي شدت خدمها فتره اما انا ما زلت ما يسالش. مرحبا بيك، اش عندك جديد اليوم؟ اليوم باش نحكيو على مبادره قام بها المهرجان الافلام التوعيه واللي فيها كرموا الممثل القدير عيسى الحراث. دونك كلنا نعرفوا كي نقولوا الدوار، كي نقولوا بين الثنايا، نقولوا الافلام شبابك جنه، باسترد اللي عمل زاد اقوى نسبه مشاهده في السينما، نقولوا الاستاذ عيسى الحراث. دونك نحن اليوم معنا سي عيسى حراث في التليفون. مرحبا بك، بعد مرحبا بك. صحية. الو، اذا اللي تقص التليفون نحاولوا نتحصلوا عليه مره اخرى. أيوه. دونك الاستاذ والفنان القدير عيسى حراث كان تعرض الى وعكه صحيه، الى وعكه صحيه، هذاك علاش تم تكريمه. وانا احنا ماذا بينا البادره هذه نكثروا منها. شكرا ومشكور جدا اداره المهرجان لانها كرمت الفنان القدير عيسى حراث. اليوم قاعدين نتذكروا في فنانين الكبار بعد ما ما يتوفاو، وهذا عيب في حق الفنان وعيب في حق تونس اللي بالحق الفنانين اليوم شعلة ورمز اليوم بالنسبة للتوانسة ومنورين وين ما كانوا وين ما يمشيوا. الحقيقة الراو في فنانين يتعرضوا إلى ساعات هجمات كما شفنا مع الفنان محمد جبالي، وساعات نشوفوا فنانين ما نجموش يعالجوا على خاطر ما عندهمش مردود مادي. مالوغوزمون اليوم لازمنا نتحملوا كل مسؤولية. الناس هذوما دخلت من الشاشة صغيرة، دخلت لقلوبنا، دخلت لعائلاتنا. الفنانين هذوما تربينا عليهم وكبرنا معاهم، قدمونا منتوج، قدمونا حاجات، قدمونا رسائل إيجابية اليوم نمشي بها حتى في حياتنا. معنا مباشرة الفنان القدير عيسى حراث، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمستمعين. شكرا لك على قبول الدعوة. ساعة قبل كل شيء نحب نعرف وطمنا على صحتك بعد الوعكة الصحية اللي تعرضت لها سي عيسى. ان شاء الله لاباس، يعني هذا نشكر الدوله. الحمد لله. يجب رفع الاكشن جاهز. الحمد لله يا رب، الحمد لله. الجمهوريه ورئيس الحكومه ووزاره الثقافه والمندوبين الجهويين بالنسبه للفيس شخص والشخصيه بشكل عام يعني. الحقيقة أنت عزيزة على قلوبنا الناس الكل، مش كان صفاقسية، في كامل تراب الجمهورية 24 ولاية تربيت على عيسى حراث، 24 ولاية تحب عيسى حراث. تحية ليك، تحية تقدير وإكبار سيدي، ومرحبا بيك. سعيدة جدا باستقبالك هنا في إي اف ام. كما كرمتك المهرجان احنا نحاولوا بجاد الفقير بما عنده، نحاولوا احنا نكرموك، نقولوا كلمة حق فيك، نحاولوا مش نذكروا الناس، أنت عمره ما نساوك الناس سي عيسى حراث، لكن نحاولوا نكثروا من المبادرات هذه، نحبوها انه نكرموا الفنان حتى كان ما عادش يظهر الفنان وما عندوش اعمال حاليه، لكن خلينا هذايا اعتراف بالجميل، اعتراف بقيمه فنانينا التوانسه اللي منورينا وين ما مشيتوا وين ما كنتوا سي عيسى. شكرا. شنو حسيت في التكريم هذا يا استاذنا؟ هذه نبدا تعودوا كلكم العالميين. يبدو تحسيت رغم ناحية هذه
كما اعتراف بما قدمته لدى الرأي العام والحكومة وكل من يحب كل ما يحب الفن أو المسرح بالشبهة. لقيت محبة الناس في الوعكة الصحية اللي تعرضت لها عيسى حراث اليوم، لقيت إحاطة معنوية خلينا نقول اللي هي مهمة أقبل المادية من الانتوراج، من محبيك، من العباد اللي يحبوك. هو الفضل الله سبحانه وتعالى. أكيد أكيد ونعم بالله. أنا بالنسبة للمستمعين يعني نشكرهم جزيل الشكر، ولو مهما قدمت إليهم فهو شوي عليهم من درجة. نتمنى لهم التوفيق وبارك الله فيهم سواء كان صغيرا أو كبيرا، مهما كانت المحطة اللي أنا موجود فيها فهو ترحاب متواصل وضحك وهذا هو التكريم الصحيح. أكيد أكيد. لقيت دعم مادي أستاذ؟ والله لاني نبحث على الدعم المادي ولو حتى موجود يعني نخجل. وهذه شيء من الكبار أستاذنا والممثل القدير عيسى حراث، لكن اليوم من واجبنا الدولة تقوم بواجبها وتدعم فنانيها، لأنه كما نعرفوا الفنان راهو يعيش من أعماله الفنية. مشكور برشا سيدي، شكرا لك على قبول التدخل على موجات إذاعة إي إف إم. تحية تقدير وأكبر أستاذنا. شكرا لكم للنفتة هذه الصغيرة ولو أنها كبيرة فيما محتواها ومعناها. شكرا لك. بارك الله فيكم وفي المستمعين الجميع. شكرا لك الفنان القدير عيسى حراث. نرجع معك أماني الريحي في ستار نيوز، كما كنت تسمعوا يقول لك أنا الأمور المادية ما تعنينيش. الممثل القدير والكبير عيسى حراث كما قلت لكم اللي تربينا عليه من صغرتنا وكبرنا مع الأدوار وتبعناه وعطى الكثير من روحه. الحقيقة العمل راهو مش الدور الفني ماهوش عمل يتعطى ويتخدم ويتنسى، لا 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 يركن على الرفوف. العمل الفني هو راهو نابع من روح الفنان، هو عطاء من روح الفنان ومن وقته من جهده من نفسيته ومن صحته زادة من صحته زادة، خاطر العديد راهو ماتوا هما يأديوا وتوفاوا سامحوني وهما يأديوا في 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 أدوارهم. شكرا لكم، تحية كبار وتقدير لكل الفنانين، وسمحنا كان نسينا البعض، احنا نحاولوا في كل مرة نعملوا لفتة كريمة وإلا تكريم صغير باللي نجموا لي فنان. نكمل معك دونك فايزه لهنا باش نكملوا في سي عيسى الحراث. برشا ناس ما تعرفش اللي سي عيسى الحراث ماهوش ممثل كهو، اما هو لعب في فريق جريسه لكره الطائره. ومن هنا طلعت فكره المبادره اللي نحييو فيها بطبيعه نادي الصفاقسي على المبادره والتكريم. الحقيقه سي عيسى الحراث يستحق اكثر منا بهكا، ونحن نطلبوا منه السماح انه نحن تغاضينا شويه، اما بصراحه يقعد قامه من قامات الفن التونسي ان شاء الله. اكيد اكيد. عندك اخبار اخرى دونك باش نحكيو على انت تحب سبيس تون؟ اي بون ما نحبش يصير نحطوا لبنتي، اما نحب اي نتبع. شنو اكثر اغنيه تتذكرها؟ هيك حراجه ذي على المباشر. تحب كوكب زمرد ولا ابطال ولا ابطال؟ مادام فما ابطال انا نحب الابطال، راني مع الابطال دونك مع البطوله. انا مالا باش نطلب منك سميح انه نهار السبت ما خديتكش معايا في الحفله اللي صارت في المهرجان كارتاج الاثري واللي يحييها الاب الروحي للغناء سي طارق العربي طرقان، هو وابنائه السهره نتاع الجيل الذهبي بما سميت الجيل الذهبي. لهنا كنا نستمتع باحلى الاغاني اللي من صغرنا ما عادش نسمعوها، وممكن حتى توا ولادنا ما عادش يسمعوها. نذكروا منها ابطال الديجيتال. علاش انا قلت لك كنا كنت تذكر الكابتن ماجد؟ اكيد وبذكر الكابتن ماجد فان انا للكابتن ماجد. حتى انا فان، اما عندنا فان خطف الانتباه في الحفله هذه. شو صار؟ فما شاب تونسي الناس الكل قالت يا اول مره نشوفه انه شاب تونسي ماهوش حافظ اغاني طربيه والا لي رابور والا اما هو كان عنده تفاعل كبير ولقطته الكاميرا نتاع
التصوير انه هو يغني بكل حماس لاغنيه الكابتن ماجد. دونك حبيب الجماهير الكابتن ماجد. ايه لهنا نحن نحمد ربي ما خطفتناش الكاميرا نهارتها ونحن نغني في كابتن جمهورنا وابطال الديجيتال. دونك كانت الحقيقه حفله يعني. رائعه وبرشا ناس فرحوا بها، والحقيقة هي كانت قبل تقام في المسرح البلدي، أما أكثر حاجة فرحت الناس أنه سنيت قامت في مهرجان قرطاج الأثري وعبرت ودجا معبي كرتاج يعني. ريت قديش الأجيال نتاعنا يحنوا للقديم والعصر الذهبي، خاطر يذكرنا بالبساطة، يذكرنا كيف اسمع احنا ما نشدوا تليفون، ما فماش تليفونات، نرجعوا طول من نحن جيل الكتابة ونبدلوا دبشنا ونقعدوا قدام تيلي نتفرجوا في المحقق كونان، كابتن ماجد، نتفاعلوا معاه، نتقمصوا الشخصيات قدام المراية، كل شيء معناها ريمي شكون ما تغرمش بريمي زيدا. اي انا واخي نحن ديجا نتسموا الجيل الذهبي، جيل الثمانينات والتسعينات، ما كانش عندنا التليفون هذايا ونخرجوا ليه، بالعكس نكملوا قرايتنا ونمشي ونتفرجوا ونكونوا باحسن حال. نستناو دونك مره اخرى يجيو بحذانا ونهزك فايزه باش ما تقولش مشيت وحدي. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو اميني على الانفيتاسيون للمشي نتاع ساريه. ميرسي بوكو، شكرا لك مره اخرى استاذنا والفنان الكبير عيسى حراث. نستقبلوا توا بعد اماني في ستار نيوز الامير والجميل والرقيق قاعد يحضر في روحه محمد شيحه في شنو الحكايه. مرحبا بك محمد شيحة، أهلا وسهلا. خير فايزة، صباح الخير مستمعين. دخول بقوة، استنى عاد قبل ما تعطينا. مرحبا سافا، يعيشك. الحمد لله. لباس عليك الحمد لله، كل يوم جينا بمشطة لباس. هيا نبدلكم شوية في الجو. مرحبا بك، شنو عنا اليوم، في شنو الحكاية اليوم؟ باش نحكيو على مبادرة جهوية لترشيد الشراءات الخاصة للأدوات المدرسية، وعلى إثر اللهفة المعتادة على شراء اللوازم المدرسية كما كل عام دراسي بالطبيعة، صرح المدير الجهوي للتجارة ببنزرت السيد سامي البجاوي انه في اطار ترشيد الشراءات الخاصه للوازم المدرسيه وبمناسبه العام الدراسي الجديد وبالتعاون مع كل من الاداره الجهويه للتجاره والمندوبيه الجهويه للتربيه وبمشاركه منظمه الدفاع عن المستهلك وعلى راسهم والي بنزرت السيد سمير عبد اللاوي، وبعد ما قاموا بعده دراسات تمكنوا من اعداد مجموعه من قائمات كامله وواضحه تضم اهم اللوازم الدراسيه من السنه الاولى ابتدائي حتى السنه الثانيه ثانوي، وهذا باش يتمكن العموم من الاستنفاع بها اللي من شأنها زاد الحد من الأسواق الموازية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التونسي. ودعت المندوبية الجهوية للتربية كافة المربين والمواطنين بالتفاعل زادة من جانبهم لإنجاح العودة المدرسية في الجهة. ومعنا السيد سامي بجاوي المدير الجهوي للتجارة ببنزرت باش يعطينا أكثر تفاصيل. سي سامي صباح النور. ألو سي سامي، ميسالش نعاود ونتصلوا بي. سي سامي، هذه مبادره جيده جدا يا ذولي محمد شيحه، شكرا ليك. في شنو الحكايه ديما تشوف لنا وتبربش على والله قاعدين نشوفوا في حاجات قاعده تصير، معناها جهويه كانت تكون على مستوى وطني نتصورها تكون سير. حاجه ياسر ناجحه على تخمينها، خاطر المبادره تجيب مبادره ويتم تعميمها على كامل تراب الجمهوريه، وهكاك الانسان ينجم يعمل حاجه بيه ويعمل البادره بيه. والحقيقه اللهفه هذه فايزه قاعدين نشوفوا فيها في كل رونتري، معناها كل عوده مدرسيه بالرسمي لهفه كبيره تاع قلمات نتاع اي والكرارس الكرارس والكتبه. بون الكتبه ما فيهمش برشا، مي الكرارس معناها مثال انت ماده تستحق باش تاخذ لها ثلاثه تاخذ لها سته، ما فماش علاش ما فماش علاش. دونك معنا سي سامي بجاوي. مرحبا مرحبا سي سامي، صباح النور. نهارك زين ومرحبا بكم مستمعين. يا عايشك، مرحبا. كان تزيد تعطينا اكثر تفاصيل سي سامي. هو بطبيعة الحال المبادرة هذه تأتي في إطار، تعرفوا أنتم اللي احنا في تونس عندنا تعدد المواسم الاستهلاكية، تقريبا الموسم الصيفي معناها موسم المصروف كما نقولوا احنا، الناس الكل نعرفوا من نجاحات بالباك وغيره وبعض الأفراح والمناسبات نزيدوهم احنا الشطوط وغيره، هذا الحقيقة يستنزف معناها المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. كذلك زاد نعرفوا اللي احنا توا الموسم الدراسي مهم، والعائلة التونسية أهم حاجة في حياتها هي قراية صغيراتها معناها، ونعرفوا اللي احنا كل سنة دراسية تقريبا معناها تخلي المواطن التونسي يخاف صراحه، او انا نحسه فك الحسابات وبرشا حاجات،
المبادرة هذه الحقيقة احنا قمنا بها تحت اشراف السيد والي بنزرة السيد سمير عبدالله وبالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة، يعني وزارة التجارة والإدارة الجهوية للتجارة تحديد البنزرة ما يقتصرش العمل في تحضير المواسم على الرقال الجانب الرقالي فقط، وإنما نضمن زاد كذلك وفما جانب توعوي وإرشادي. احنا الحقيقة نشكر هذه فرصة المندوبية الجهوية للتربية ببنزرة ومنظمة دفاع المصالح لقطاع بنزرة والغرفة الجهوية للكتبين ببنزرة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية. الحقيقة ضبطنا القائمة التقريبية للمستحقات الخلية للتلميذ حسب معناها الأقسام. معناها خلينا نتفاعل معك دقيقة يا سي سامي، معناها القائمات هذه معمولة من السنة الأولى ابتدائي حتى السنة الثانية ثانوي، يعني كما نقولوا نحن بأقل حاجة جسرمو احنا ضبطنا المستحقات الفعلية، المستحقات الفعلية للتلميذ. وكذلك فما ضمانات هذية، شنو معناها؟ مع ضمانات التحصيل العلمي، احنا ما نقصناش باش كراسة ولا حاجة باش هو ما يقراش، معناها احنا جانب التربية والتحصيل العلمي هذيك مضمون، لكن اضبطنا الحاجيات الفعلية تقريبية لتأمين بداية العودة المدرسية، لأنه نعرفوا احنا تو الناس الكل تعرفوا احنا عندنا تغييراتنا وغيره اللي ديما الشرائيات على طول الفتره السنه لازم تم شرائيات اخرى. بيان سور ناخذوا الليست الاوليه ومن بعد نبداو نزيدوا. يعطيك الصحه، الليست الاوليه والليست الاوليه هذه احنا علاش المبادره قمنا بها؟ اولا تعرفوا انتم الهاجس الكبير اللي هو في العوده المدرسيه خاصه الكراس المدرسي، هذا هو الاشكال اللي هو يمثل تقريبا 30 الى 40% من القيمه نتاع الشرائيات. صحيح. هذاك علاش احنا اليوم نشوفوا اذا كان نرجعوا معناها ناخذوا بعض الاقسام مثلا سته ابتدائي تقريبا هو يحتاج التلميذ الى 12 كراس، 6 كراس تقريبا 24، 5 كراس رقم 48، كراسه 72، وكراسه هي جرون موديل معناها كراسه قاد علمي، كراسه كراسه محفوظات، كراسه الدفاع وكراس الموسيقى 12 تقريبا 15 كراسه في معناها ما بعدهم. احنا الهدف شنو؟ احنا المواطن التونسي تعرفوا اللي ساعات لكن اللهفه نتاع الشرائيات خليه وين يلقى كراس مدعم يقتني سواء يستحق 72 ولا 42. وبالتالي هو كما يعرفش حاجات ولده ولا بنته في القسم هذاك يولي يخوى على بعضه، وهذاك الشيء يخلي احنا يحرم ناس اخرى. اليوم اذا كان انت محتاج في قراية صغيرات عند صغيرات محتاج 8 كراسة 72، ما فماش علاش اليوم باش ناخذوا 18 كراسة 72، لأن فما أقسام أخرى تستحقها. ولا العكس في ال 24 تو احنا تو لاحظنا مثلا بالتجربة سواء احنا ولا الكتبين ولا غيرهم اللي رقم 24 كراسة رقم 24 يقعد حتى للسنة القادمة. علاش؟ لأنه الناس الكل ما تاخذش فيه كراسة 24. صحيح، خاطر ماهوش يطلبوا فيها اصلا كراسه 24. ما هما سلون طلبات نتاع المعلمين والاساتذه. يعطيك الصحه، هذاك علاش احنا قلنا الحقيقه باش ننجحوا الناس الكل يلزم زاده لو خيين المربين، وهذه فرصه هما المربين هم اولياء، واكيد الجانب العلمي ما ندخلوش فيه احنا توا كلجنه مشتركه، كون على الاقل احنا نطلب الحد الادنى من الطلبات هذه اللي تستجيب للطلبات العلميه. معنى التلميذ اليوم يستحق كراس 24، ما فماش علاش نطلبوا اكثر معناها من الطاقه من الطاقه فلا ترشيد الاستهلاك باش ما نقعدوش. هو ديجا ارتفاع معناتها كمام كبير في الاسعار نتاع الادوات المدرسيه، دونك احنا نقصوا على رويحنا وناخذوا اللي نستحقوه كهو. يعطيك الصحة، هو علاش احنا قلنا لتأمين بداية العودة المدرسية، أكيد احنا التلميذة الأولى ممكن توفر على 24 هذيك باش ناخذوا واحدة أخرى. باش ينعكس على شنو؟ أي باش ينعكس على مستوى الأسعار كذلك. أنا نعطيكم مثال. أي اليوم كراسة 24 كراسة مدعم 430 ملي. أي الكراسة السوبر معناها الرفيع. الرفيع أي اللي مش مدعم. 18-140، لكن فما كراس آخر رفيع جدا يتجاوز 3 دينارات و500. كيف 72 الكراسة المدعم دينار 400، الرفيع يجي في حدود 4400 4500، لكن الرفيع جدا في حدود 8000. يظهر لي احنا اليوم نشوفه في الفوارق نتاع القيمة، وبالتالي احنا هذا يجي في اطار ترشيد استعمال كراسة المدرسة المدعم، لانه اليوم كان كل قسم نوجهوا له شراءاته نتاعو بقدرة ربي كنا نغطيه اكثر عدد من التلامذة. النقطة الثانية الطلبات تو نتاع طبيعة الكراسة، مثلا انا ناخذ السنه الاولى والسنه الثانيه ثانوي،
اليوم الحاجيه التقريبيه الفعليه 3 كراسي 72، 2 كراسي 48، واضح. اي ريجيستر كراس بركه 200 باج، كراس 300 باج ريجيستر، وكاي تي بي 2 كراسي و5 شير 5 زوج. اذا كان احنا الريجيستر هذوما 200 باج باش ناخذوهم كما نقول احنا وايرو، راه ما فما فرق بين كراس الريجيستر ب 8000 دينار الى 10000 دينار باش ناخذوه نوديو بالدوبل 16 دينار. صحيح. 300 باج ناخذوها في العادي في المعادل 9 دينارات نجم نلقاها ب 18 و20 دينار. وبالتالي المبادره هذه هي تستجيب اكثر ما هو ممكن للواقع. ومع المحافظه كما قلنا على التحصيل العلمي للتلميذ. المقدره الشرائيه زاده. ترشيد بيتو الاستهلاك. واحنا الهيس نتاعنا الحقيقه الهيس نتاعنا ديما يقعد هي الكراس المدرسي المدعم، كيفاش نوصلوه لاكبر عدد من التلامذه واكبر عدد من العائلات التونسيه باش نحافظوا على القدره الشرائيه والمقدره الشرائيه للعائله التونسيه. اي واضح واضح. شكرا ليك سي سامي، ميرسي، شكرا ليك على قبول التدخل معنا على اي اف ام. يعطيك الصحه سي سامي، مرحبا بك. دونك هذا هو فايزة، نحب نشكرهم الحقيقة على المبادرة، وإن شاء الله تتعمم على شلا ما توليش على مستوى وطني. إن شاء الله تولي عقلية محمد اليوم. قبل كل شيء. إن شاء الله تولي عقلية. أنت كنت تشري برشا كراسيت؟ أنا من النوع اللي كنت كي نحط الكرتابة على ظهري ما نجمش نمشي. للأسف معناها هي الحقيقة هذه حاجة موجودة من قبل وخاصة في الابتدائي. خاصة راهو كي تشوف معناها كي تشوف صغير. شوف الكرتابه نتاعو ساعات تلقى الكرتابه تمشي وحدها، ما تشوف كان ساقي معناها مسك حتى الراس ما يتشافش من كثر الكبر نتاع الكرتابه والادوات اللي فيها، فهمتني؟ دونك ما نصورش انا كان تلميذ يقرا ابتدائي يستحق الكونتيتي هذه الكل نتاع الكرارس الحقيقه. بيان سور بيان سور، تشرفتنا ونورتنا ديما بطلتك المزينه. احنا باش غدوه ان شاء الله باش نكونوا ماتينال باش نحكيوا شويه على نفس لي روبريك، وان شاء الله تكون معنا محمد شيحه. شويه بحكي ذي بيه بيه. ميرسي بوكو محمد شيحه، نتقابلوا في موعد اخر ان شاء الله. انتم تسمعوا في فيزا العرفاوي على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم كل اللي التحق بنا ولا اللي يسمع فينا، شكرا لكم على الوفاء. التحقت بيا توت سويت الاستاذه المحاميه دلندا مرايحي، مرحبا بك في استشارات قانونيه. يعطيك الصحه، مرحبا بكم انتما وبالساده المشاهدين. شكرا لك استاذه، قدم شويه ساعه للميكرو. اليوم باش نحكيوا على الحوز والتصرف في العقارات. اليوم كي يقولوا هكا تقعد في الفاك، خاطر برشا ناس عندها برشا اسئله ومشيت اراضيها وهي ماهيش عارفه. دونك شنو هي اغلب الاستشارات ولا اغلب المشاكل اللي تعرضوا لها الناس هذه؟ به اولا نحب نقولوا اللي راهو بالحق كما قلت انت غامضه على الاخر، وما فماش قانون ينظمها بخلاف مجلة الحقوق العينية، وفما قوانين خاصة. احنا باش نقولوا اولا اليوم البرنامج نتاعنا بالنسبة للحوز والتصرف في العقارات، معناها باش يكون خاص كان بالعقارات، لا منقولات ولا اشياء اخرى، باش يكون في ينحصر في الفصل 45 46 و47 مجلة الحقوق العينية. باش نعرفوا اولا معنى الحوز في القانون التونسي باش نجم الناس تفهم، ديما نحكيو على المواطن. الحوز المكسب بالملكية هي الحيازة الطويلة المكتسبة لحق ملكية في عقار أو حق عيني على عقار. نبسط أو ميم طون معاك. لأن بعد ما نكملت هذا فصل ما نجمش نبسط فيه، نقولوه كيف ما هو. من بعد نشرحوه بالدارجة. نعاود ونقولوا إذا الحوز المكسب للملكية هي الحيازة الطويلة المكتسبة لحق ملكية أو المكسبة لحق ملكية في عقار أو حق عيني على عقار بصفة مالك. حوز بدون شغب مشاهدا. ومستمرا وبدون انقطاع يكون الحوز مكسبا للملكية إذا استمر 15 عاما بالشروط اللي ذكرناها قبل. به توا نفسروا شنو هو الحوز المكسب للملكية. أنت مثلا تحوز قطعة أرض مهجورة أو أهلها ما همش يسكنوا فيها، وإلا ما عندها حتى مالك ولا عندها مالك ومش موجود 15 سنة، هذا الأصل اللي هو الفصل 45، المبدأ هو 15 سنة. أرض ولا دار أستاذة؟ أرض ولا دار، عقار. عقار أرض أو دار، ولازم تكون غير مسجلة. غير مسجلة معناها ما فيهاش تيتخ بلو، ما عندهاش بطاقة تعريف في الدفتر الخانة. أوكي. ما هيش لا يسري عليه الحوز، الحوز يسري على العقارات الغير مسجلة فقط. داكور. مسجلة باسم الدولة. هذيك حاجة أخرى باسم الدولة. إي بيان سور. إذا كانت مسجلة باسم الدولة فما حاجة أخرى. داكور. لكن بالنسبه لنا خلينا نحكيوا على عقار. احنا اليوم جاي انسان حاز ارض ولا دار، ما عنده ماهيش مسجله، ما عندهاش مالك كما قلت انت مهجوره.
شو يقول القانون هنا؟ القانون شو يقول؟ يقول عندك 15 سنة المبدأ الفصل 45 مجال الحقوق العينية، يقول لازم يحوزها يعني يكون متواجد فيها بصفة مشاهدة، معناه يشوفوه الناس ويتصرف فيها تصرف يشهدوا مع الجيران معناه ينصبه لنفسه، والناس يشوفوه كأنه هو المالك الأصلي، معناها ما يعرفوش كي تسأل يقول لك احنا نعرفوه 15 سنة في البلاصة ولا دار فلتي تقريبا 15 14 20 فهمت، هذه هو يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه. انا الارض هذه نتاعي كل يوم نقوم نحرثها ونزرعها ويشوف فيها الناس الكل والمتعدي يعرفني فلان السلام عليكم يمشي على روحه يجي غيره يسكن جار، هذيك هو هذيك هو التصرف المشاهدة المشاهدة ما نشاهدوه مستمرا، لازم يكون فما الكونتينيتي فوالا نتاع ال 15 سنة داكوغ و غير مسجل سورتو غير مسجل، ما نجموش نحكيو عقار مسجل تحميه التسجيل نتاعو، انت عندك بطاقة تعريف ما نجم حتى حد يجي يقول انا مدام فلانة لانه بطاقتك هي اللي تحميك هويتك التيتخ بلو هو بطاقة تعريف نتاع التيتخ نتاع العقار هذيك، ما نجم حتى حد حتى لو كان يستولي عليه شخص ويقول انا راني حايز العقار هذيك، تمشي انت بشهاده الملكيه نتاعك وتقول راهو اغتصب لي ارضي او استولي لي على ارضي او افتك لي حوزي بالقوه، فهمت هو اسمه حوز ولكن هذيك مسجل معش يعتبر غير قابل للحوز. نجيو توا للحيازه، هل هي الملكيه؟ خاطر فما فرق الحيازه اسكو هي تنجم تملك ولا الملكيه هي نفسها الملكيه والا لا، فما فرق. تشير الملكيه الى الحصول على سند قانوني، الملكيه هو عندك سند قانوني او الحق في المطالبه بالملكيه، تمشي انت باش تسجل ارضك اللي هي ما نعرفش انا عن طريق الارث عن طريق الهيبه والا عقد، وتمشي باش تسجلها وتاخذ فيها تيتخ بلو وتولي عندك الوثيقه هذيك اللي تحمي لك الارض نتاعك والا العقار نتاعك الدار الفيلا البيان اللي انت تملكه. اي باغ كونتر الحيازه هو تنجم انت تحوز بلاصه هي ما تملكهاش ولكن تحوزها. الملكيه لا، نجم انا ساكنه في دارك انت تملكها وانا ساكنه فيها نحوزها، فهمت شنو الفرق؟ المواطن لازم يفهم، نجم انا نملك حاجه عندي فيها ما يفيد سند الملكيه ولكن فما شكون حايزها، كاين مسجله نمشي بالملكيه هذيك نتاعي ونسترجع داري عن طريق دارك. القانون واجراءات قانونيه معينه وتمشي تشكي. اي اذا كان انا للاسف ما عنديش مسجله عقار غير مسجل ترجع للي حال نرجع للاجيال، نرجع للفصل 45 الاصل اللي هو يقول لك 15 سنه، كاين عندي اكثر من 15 سنه وانا ساهي عليها الارض هذيك ما عادش النجم نطلبها لانه حائز عن حسن نيه، الشخص اللي فيها حازها القابله ساسكن فيها مثلا ولا بصفه مباشره مستمره مسترسله مشاهده ما فماش شغب سورتو اهم حاجه في الحوز هو الشغب، ما شغبك حد ما شكي بك حد ما عمل لك انقطاع حتى حد بعث لك عد المنفذ قال لك راهو هذيك ارضي، ما فماش مشاغبه يعني الشغب العنصر اساسي وشرط اساسي باش النجم نحوزه من غير ما يعرضنا حد يقول لك الشروط هذيا راهو ما تتوفرش فيك انت كحائز، هذا الاصل ديما نحكيو على الاصل هو 15 سنه. فما الفصل 46 توا نجيو للفصل 46 شو يقول؟ يقول وانه يمكن ان تخفض الى 10 سنوات. داكور اذا كان شخص الغير، ديما نحكيو على الغير ما يملكش ما يعرفكش ما يعني الغير اللي ما يقرب لكش ماهوش تابع للعقار هذيك جمله، يخفض في الفصل 46 الى 10 سنوات الحسن النية الغير حسن النية، لكن يعرف اللي مدام اكس ولا مسيو ايغريك هذيك راهو يملك العقار هذيك اما مش مسجل مش مسجل لا بيان سور ما نحكيوش على عقار مسجل جمله ابدا ما نجموش نقولوا على عقار مسجل يتم التحوز به بيان سور خاطر مش مهجور ومش مش مهجور، ينجم يكون مهجور 100 سنه ولكن ما تنجمش تحوز بيان سور لانه هو محمي بالقانون. داكور انت مشيت وسعيت في انك طبقت القانون هذوكم تو يجي نهار ونحكيو فيهم والا في برنامج في وقت اخر باش نقولوا الطرق نتاع الترسيم والتسجيل والمسح الاجباري كيف صار والمسح الاختياري، تمشي انت وحدك اختياريا باش تسجل ارضك وتاخذ فيها تيتخ بلو تحمي، هذاك الفرق ما بين الانسان اللي يحمي لي بيان نتاعو والانسان اللي ما يهموش، فهمت بون مش ما يهموش لازم يكون حسن نيه ما يعرفش احنا هنا باش نفسروا اللي ما يعرفش هذا هو، ما باش نفسروا لهم علاش لازمك تحمي عقارك، اولا حمايه ليك انت وحمايه للشخص اللي يجي حسن النيه، انت كان هو ما عندوش ولقى حاجه مهجوره سكن سكن موجوده استغل الارض هذيك تجي انت من بعد تخرجوا منها لا اذا سجلته تحميه، اذا ما سجلتوش لازم تتوفر شروط معينه وغيرك ياخذوا، هذا معناها القانون. القانون هو القانون شويه مش لوجيك هنا لانه انا حاجه نملكها
ما نعرفش كيفاش نملكها بالارث بالهيبه هكيك بالحوز القديم في قديم الزمان ما كانوش ياكلوا معناها كانوا يسكنوا ياخذوا كهو هذيك هي تولي داره تولي ارضه ينجم يملك يعني نهج كامل بيان سور لكن توا فما قانون منظم فما جات الحقوق العينيه اللي هي مش جديده ولكن تحمي الاطراف اللي يحبوا يحميوا ويحب باهي يكون الارض مازال فما فصل اخر اللي هو الثالث 47 اللي يخصو هما فما 45 قناه 46 47 يرفع هذا داكو. يرفع الى 30 سنه وقتاش 30 سنه ما بين الورثه والشركاء الورثه بما انهم ينجموا يكونوا يسكنوا في دار واحده الى 30 سنه عندنا 10 سنين حسن النيه تخفيض الاكسبسيون معناها تاع المبدا اللي هو فصل 43 اللي نحكيوا عليه اي 15 سنه المبدا هو 15 سنه داكو. تخفيض 10 سنين ترفيع 30 سنه الورثه ساكنين في الدار دونك صعيب ياسر باش يحوزوا بالدارجة بلغتنا البسيطة معناها بيان سور شنو يجيو يعملوا؟ عطاوهم ترفيع باش إذا كان خرجوا توفى الوالد توفيت الوالدة فهمت؟ عطاوهم 30 سنة احتراما للعلاقة الأسرية وهذا فهمت؟ لسلة الرحم ما يتعاركوش إذا مشاو هما وقعد شخص في الدار هذيك ولا في العقار هذيك هو يستغل فيه هو اللي لهي بيه كل اكثر من 30 سنه بنهار وما قاطعوا حد ما شاغبوا حد بالورثه نتاعو يعني يولي عنده هذه التقادم المكسب للملكيه طفل. اسمه تقادم يسقط عنده شروط اخرى نتاع سقوط لكن احنا نحكيوا على المبدا تو حكينا على الفصل 45 حكينا على الفصل 40 حكينا على 47 اللي هما يهموا الاصل 45 46 التخفيض و 47 الترفيع مي واضح. حبيت نسألك سيد سيد المخرج سألنا قال إذا كان الملك أو العقار على ملك الدولة اسكو ينجم الإنسان يحوزه ولا لا؟ للأسف ملك الدولة ما ينجم يحوزه حتى حد إلا إذا كان عملوا اتفاق ما بيناتهم أو فما ينجم الدولة تنجم بالسعر الرمزي يمكن صارت هما ينجم يعملوا معاه معاوضة ينجم ياخذوا له من أرضه باش يعملوا كياس هو اللي افتكاك للمصلحة العامة إذا موضوع آخر الدولة ما يسيش عليها الحوز ايه. على خاطر عقاراتها ديجا مسجلة باسمها بحكم القانون بيان سور حنا نحكيو على العقارات نتاع الخواص داكوغ الدولة عندها قانون ونظام خاص بيه نحكيو فيه نهار آخر أما ثم أرانجمون ينجموا يلقاوه ديما فما لي زارانجمون مع الدولة لأن الدولة هي تحمي وتأطر وهي اللي معناها الكافلة لحقوق الناس بيان سور هذا الأصل الاستثناء هذيك نحكيو في نهار آخر شكرا ليك نختم معاك بربي ثم سؤال يجينا من واحد من المستمعين يقول لك اليوم إذا كان خذي عقار على ملك الدولة وحازوا لمدة 40 سنة أما 40 سنة ما دار بيه حتى حد 40 سنه ما دار بيه حتى حد وهو على ملك الدوله اي قطعه ارض اوكي هو السائد شنو يقولوا انه هو يسري عليه الحوز بما انه فيه 40 سنه هذا السائد لكن انت لازم تمشي تعمل ارانجمون مع الدوله وتدفع لها اللي لازم باش يوافقوا لك وينجموا ما يوافقوا لكش انا نحكي لك راهو هذايا في التطبيق تطبيق القانون راهو واضح القانون مش كيما تقراه كيما تحكيه وكيما يطبق فما برشا حاجات المواطن ولا فاهم اللي هو راهو كيما يقراه كيما لافيش احنا نشوفوا افيشه كيبين نشوفوا بعد السوجي نلقاوها ديفيرون كومبليتمون كيف تمشي انت مع الاجراءات مع شنو يطلبوا عليك اوراق وكل يولي ما عادش فما تقدم مكسب مع الدوله وقت اللي انت ما تنطبقش عليك الشروط اولا والا ما توفرش اللي طالبينه منك وقتها ماش نحكيوا على حوز على يسري على الدوله شكرا ليك مدام دلندا ترجع لنا كل يوم ان شاء الله موعدنا غدوه صباحي ماتينال ان شاء الله نقوم بكري في فورما يا ربي ان شاء الله نتقابل معكم انا وكيفه لي كرونيكور اللي معايا شكرا ليك الاستاذه دلندا مرايحي تلقاوها ديما في استشارات قانونيه ميرسي بوكو لليكيب الكل اماني الرياحي شكرا ليك سوفيان لكحل وي ام شكرا ليك سوفيان بوهليل على الاخراج الرقمي ميرسي بوكو تو الموند بسلامه انتم تسمعوا في فيصل عرفاوي على اي اف ام احلى راديو.